السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 7 صباحا بتوقيت الجزائر، أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار. بداية، استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس بمقر رئاسة الجمهورية، استقبل الطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد. وعقب الاستقبال أدلى رئيس حزب الفجر الجديد بالتصريح التالي: ولن سمح لنا هذا اللقاء الذي كان مع السيد رئيس الجمهورية، تناقشنا مطولا حول الأوضاع، يعني بصفة عامة الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية ثم الأوضاع السياسية، وتطرقنا على كل كان صريحا في كل يعني النقاط التي أثارت تساؤلات كبيرة يعني لدى الرأي العام الوطني وحتى لدى السياسيين فيما يتعلق بقضية الانتخابات وقانون الانتخابات نفسه. وأنا شخصيا يعني عبرت وبلغت بكل صدق عن آرائنا وعن تصوراتنا لمثل هذه الأوضاع سواء الجانب الاجتماعي الاقتصادي، وكان حديثي يعني مع حول قانون الانتخابات، هذا القانون الذي يعني اثار جدلا كبيرا لدى الاوساط السياسيه، بحيث انه عبرت انه فيه يعني معوقات يعني لا تساعد على اجراء انتخابات يعني كما نامل ان تكون، يكون مجلس شعبي وطني يعني ينبثق عن هذه الانتخابات. وذكرت له يعني النقاط، قضية 4%، قضية المناصفة، ثم قضية القائمة نتاع تشطيب، ربما هذا اختيار سياسي على كلين. كذلك كان لي رأي يعني بلغته للسيد الرئيس انه تنظيم انتخابات تشريعية مع المحلية هي يعني ضربة في صميم الانتخابات، وسوف يعني تذهب الانتخابات كلها يعني ما لا تؤديش الدور اللي راه فيه، يعني مستحيل باش تقدر تجمع انت يعني انتخابات تشريعيه ثم بلديه ثم ولائيه مع المشاركه نتاع الحزاب مع عمليه تشطيب، يعني رايحه الانتخابات خايفين عليها. به الرئيس على كون يتفهم هذه النقطه بالذات وحاس بهذا الامر. وكذلك تطرقنا يعني لكثير من النقاط على كل في مجال كيفية تجنيد الرأي العام الوطني للمشاركة في تطبيق برنامج السيد رئيس الجمهورية والذي يهدف إلى بناء الدولة الجزائرية الجديدة. وظن هذا الاختيار على كل ما كانش اللي يرفضه، على كل احنا كنا مجندين من أجل بناء هذه الدولة التي يعني حلم بها الشهداء وضحى من أجلها الشعب الجزائري كذلك. إذا اللقاء في مجمله كان لقاء يعني صريحا، وكان هو تكلم يعني بكل أريحية وأنا تكلمت بكل صدق على كل ما نراه، فكانت يعني بالنسبة لي أنه لقاء مثمر جدا ولقاء سوف يشجع على العمل يعني مستقبلا. وبارك الله فيكم. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون استقبل أيضا بمقر رئاسة الجمهورية، استقبل لمين عثماني رئيس حزب صوت الشعب. وعقب الاستقبال أدلى رئيس حزب صوت الشعب بالتصريح التالي للتلفزيون: إيمانا المسؤولية الملقاة على عاتقنا كحزب سياسي في إطار المساهمة في بناء دولة المؤسسات، لأن الجزائر الجديدة تبنى بحوكمة جديدة بذهنية جديدة بنمط تسيير جديد. كان محور اللقاء اليوم كرئيس حزب سرطان نفسي مع سيد رئيس الجمهورية الذي أكون له كل احترام وتقدير، حوار جاد مسؤول بلغة المصارحة المكاشفة. نقلنا أولا اهتمامات الشارع الجزائري بأمانة،
وبدون مهاترات وبلغة الصراحة، وكان تجاوب في الشق السياسي في الشق الاقتصادي، لأن الرهان الاقتصادي مهم اليوم، التزم على أساس أنه الذهاب إلى تقوية المؤسسات وإنتاج موارد بشري مؤهل. نحن كأحزاب سياسية كمجتمع مدني الكل يجب أن ينخرط في هذه العملية على أساس الذهاب إلى تقوية المؤسسات، وتقوية المؤسسات من تقوية الدولة. كان نقاش على الحريات، وكان صريح في قضية حرية التعبير، لأن الدستور يترجم، لأن النصوص والنوايا والإرادات تبقى غير كافية إذا ما كانش آلية تطبيقية على أرض واقع. كان احنا موقفنا واضح تجاه هذا، وكنا أصرنا مع رئيس الجمهورية على أساس الآن حال تفعيل بآليات، لأنه النصوص تترجم من خلال أفعال. فالمستوى المعيشي تحدي كبير، لازم نحسن مستوى معيشة الجزائريين. اليوم بناء اقتصاد قوي، فتح الاستثمار، هناك جو في على مستوى الجهاز الإداري وحتى الحكومي نتمنى يكون تقويم هذا الأمر، والذهاب طبعا إلى استحقاق الذي سينتج خريطة سياسية حقيقية نابعة من إرادة شعبية. هو حريص على الذهاب بتكافؤ الفرص بقانون عضوي يعطي الحق الجميع في تساوي الفرص، وعلى الآن على الطبقة السياسية على الشعب الجزائري أن ينخرط في العمل السياسي، يثبت وجوده في اختيار الأنسب الأصلح لفئة الجزائر. إذن دمتم ودمنا في خدمة الجزائر، وتحيا الجزائر، وكانت الجزائر في النقاش فوق كل اعتبار. كما استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمقر رئاسة الجمهورية، استقبل جمال بن عبد السلام رئيس جبهة الجزائر الجديدة. وعقب الاستقبال أدلى رئيس جبهة الجزائر الجديدة بالتصريح التالي: حظينا اليوم باستقبال السيد رئيس الجمهورية في إطار المشاورات التي شرع فيها مع الطبقة السياسية، وقد كان اللقاء إيجابيا، وكما هو معروف على السيد الرئيس صراحته سعي وإرادته الكبيرة في إيجاد الحلول لمختلف المشاكل التي تعيشها البلاد، والوصول بالجزائر إن شاء الله إلى بر الأمان وإلى بناء جزائر جديدة كما يتطلع إليها شعبنا الكريم. واستمع إلى آرائنا بجدية أيضا، ونلمس إن شاء الله خطوات إيجابية بناءة ستعود بالخير والفائدة على الجزائر عموما، وعلى الشعب وعلى الشباب وعلى كل الفئات الاجتماعية إن شاء الله. أساقي إشرفاغ ويسلوين تمورت ماس عبد المجيد تبون استمليلي ثيدس ذي المشاورات في يقف ذا ذي شافرن نتسرتيث أكن نسنوك إلكلي أسلوين تمورت ذوين يسعان يعني الصراحة يهدر الصراحة نسلان يتمثال يعني إقعنا نثامور تناغ إقعنا نوذودة تزايري ومشارا نفنو لتزاير ثمينوث سي الجهة نكونين الصوضاس ثمثال ذات غاوسي وين يعني ثمتي الناغ ثدمس الناغ سردي الناغ ذات مور يعني دوين يطلب يسوثور وقذودة تزايري. والحمد لله يعني مس سلوينا يذويني لان يسموز قوثني سلة طاس طاس، وإن شاء الله يعني نفقد سيون الرأي باللي إن شاء الله ألا الخير رايلين إدي الحوني ثمورت النار أرادي خدمن لتزاير صاجدي طنا ثمينوث، وأرادي وغنس نفعد الفايدة في تزايرين سومثا.
ترأس أمس الوزير الأول عبد العزيز جراد اجتماعا لمجلس الحكومة خصص لدراسة ومناقشة عروض ومشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بقطاعات العدل، التعليم العالي والبحث العلمي، الثقافة والفنون، الفلاحة والتنمية الريفية، الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. وهذا الآن وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بالحيمر يفصل في محاور الاجتماع. تدخله قدم وزير العدل حافظ الأختام قراءة ثانية لمشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 786 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 والمتضمن قانون الجنسية. يتعلق الإجراء باستحداث نظام التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة، إذ يطبق على الجزائري الذي يقيم خارج التراب الوطني بأفعال تلحق عمدا ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية. الحال نفسه بالنسبة لمن يقوم بنشاط أو انخراط في الخارج في جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية أو يقوم بتمويلها أو بالدعاية لصالحها. كما يتعلق الأمر بكل شخص تعامل مع دولة معادية للدولة الجزائرية. وتستجيب كل هذه الإجراءات لما تسمح به الاتفاقيات الدولية واستنفاذ إجراءات الطعن. كما قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي ومكافأته. الهدف المرجو هو تعزيز ربط نشاطات البحث العلمي بالمحيط الاقتصادي بمختلف فاعليه العموميين والخواص. أما وزيرة الثقافة والفنون فقد استعرضت مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مجلس استشاري للتراث الثقافي وتنظيمه وسيره. من جهته قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة لاستصلاح في إطار الامتياز. خلال ذات الاجتماع قدم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية. يولي الإصلاح الذي أدرجه النص الجديد للقطاع الخاص مكانا هاما في المنظومة الوطنية للصحة. أخيرا قدم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عرضا حول إشكالية تعميم الدفع الإلكتروني في الجزائر. تعتمد وسائل الدفع الإلكتروني أساسا على البطاقة النقدية الذهبية والدفع عبر الخط الإنترنت والدفع عبر الهاتف النقال، وهو حصري لبريد الجزائر. في ختام الاجتماع وتجسيدا لتوصيات رئيس الجمهورية أكد الوزير الأول على اعتماد خارطة طريق عملية قصيرة ومتوسطة المدى لتقليص الإجراءات والآجال الإدارية. يقتضي هذا المسعى توفير وتحيين الإحصائيات في كل فروع النشاط الاقتصادي والاجتماعي انطلاقا من البلدية وصولا إلى أعلى هياكل الدولة. يتعين أيضا إدماج الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين واستشارتهم على جميع المستويات. في الشأن الطاقوي يشارك وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب اليوم في أشغال الاجتماع الوزاري 14 لدول الأوبك وخارج الأوبك والذي سيعقد بتقنية التحاضر عن بعد، ويخصص لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وآفاقها. هذا وكان عرقاب قد شارك أمس في أشغال الاجتماع 27 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة GMMC. الاجتماع عكف على تقييم ظروف سوق النفط الحالية على المدى القصير وكذا مستوى الامتثال لالتزامات خفض الانتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون لشهر جانفي 2020.
الاجتماع اليوم للجنة الوزارية المشتركة لبلدان الأوبك والأوبك للاطلاع على مدى تحقيق الاتفاقيات لخفض الإنتاج لكل دولة، ولاحظنا أن يعني الالتزام كان جيد وفاق 100%، وكذلك في من خلال التقارير كان التحسن في السوق في هذه الأونة الأخيرة، خلى الانتعاش في الأسعار، وكذلك عدة دول بدأت في التلقيح اللي خلى الآن الطلب يتعافى شوية. لكن غدا إن شاء الله راح نواصل الاجتماع مع كل بلدان الأوبك وغير الأوبك لناخذ قرارات بالنسبة لل يعني الثلاثي القادم، ونواصل المتابعة الشهرية. من الذاكرة التاريخية الآن، وبعد 64 سنة على الجريمة الشنعاء، اعتراف رسمي فرنسي على لسان الرئيس إيمانويل ماكرون بتعذيب واغتيال الشهيد المحامي علي بومنجل، نافيا بذلك ولأول مرة ادعاءات الجيش الفرنسي بانتحاره عام 1957. التفاصيل في سياق تقرير حفيظة عبد الصدوق. الشهيد علي بومنجل اغتيل على يد جيش الاحتلال الفرنسي بعد أن تعرض للاعتقال والتعذيب ولم ينتحر كما كانت الإدارة الفرنسية تروج له لعشرات السنين. اعترافات جاءت على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أدلى بها أمس باسم الجمهورية الفرنسية وأمام حفدة المحامي المناضل الشهيد علي بومنجل، لتنجلي الحقيقة بعد 64 سنة من التدليس وتزوير الحقائق والظلم والإجحاف الذي طال تاريخ الشهيد. اعترافات ماكرون تلاها بيان للرئاسة الفرنسية يفيد أن بومنجل اعتقل من قبل جيش الاحتلال الفرنسي خلال معركة الجزائر، ليوضع بعدها في الحبس الانفرادي حيث تعرض للتعذيب قبل أن يغتال في 23 مارس 1957. إدارة الاحتلال آنذاك عملت على طمس جريمة القتل بالإعلان عن انتحاره. علي بومنجل تاريخ حافل بالأمجاد والوطنية، بداية كمحام وناشط ومناضل في حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، إلى مجاهد في معركة الجزائر، فشهيد في سبيل جزائر حرة مستقلة. رحم الله شهدائنا الأبرار. نفت سفارة فرنسا بالجزائر نفيا قاطعا تصريحات كاذبة نسبت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تزعم أنه أكد مشاركة الجزائر في تدخل عسكري في إطار مجموعة الخمسة ساحل، مرحبا بإعادة التزامها السياسية في هذه المنطقة. إلى الانشغال الصحي الآن، وفي تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، عرض أمس الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا الدكتور جمال فرار، عرض الحصيلة الأخيرة بالمؤشرات والأرقام. تسجيل 163 حالة جديدة، يصبح المعدل خلال 24 ساعة أخيرة أقل من حالة لكل 100,000 نسمة، علما أن 26 ولاية لم تسجل أي حالة خلال 24 ساعة الماضية. 18 ولاية سجلت ما بين حالة 9 حالات، وفقط 4 ولايات سجلت 10 حالات فما فوق. فيما يخص الوفيات التي سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة، عددها 5 وفيات جديدة رحمهم الله. أما فيما يخص الحالات التي خضعت للاستشفاء خلال 24 ساعة الماضية، عددهم 205 مريض. فيما يخص الحالات التي مثلت للشفاء طبق المعايير المعتمدة لحد اليوم، عددهم هو 78,524، منهم 147 تمثلوا الشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة. فيما يخص الاستشفاء، نحن على مستوى المستشفيات عبر الوطن 19 مريض في العناية المركزة. دوليا وفي الشأن الصحراوي، توعد الأمين العام لوزارة الأمن والتوثيق الصحراوي سيدي أوكال توعد بمزيد من العمليات العسكرية النوعية ضد تخندقات جنود الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي، مؤكدا أن الحرب ستتوسع وتتطور إلى غاية تحرير كل الأراضي الصحراوية المحتلة.
شرق أوسطيا، فتحت محكمة العدل الجنائية الدولية تحقيقا حول الجرائم المرتكبة بالأراضي الفلسطينية من طرف جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على قطاع غزة العام 2014، والذي خلف آنذاك أكثر من 2000 شهيد فلسطيني أغلبهم من المدنيين. خطوة باركها الفلسطينيون رغم اعتراض الإدارة الأمريكية الجديدة التي اكتفت بمراجعة قرارات الرئيس الأسبق دونالد ترامب فيما يخص عقوبات طالت أعلى قمة في هرم هاته الهيئة القانونية الدولية. وعن جديد المشهد الوبائي في العالم، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم أمس أن حكومتها قررت رفعا تدريجيا وحذرا للحجر الصحي عبر مخطط من 5 مراحل سيدخل حيز التنفيذ بداية من الاثنين المقبل، في حين تأمل الجارة فرنسا في العودة إلى الحالة الطبيعية بداية من منتصف أبريل نيسان القادم. وعلى النقيض من ذلك، انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن حكام بعض الولايات التي رفعت تدابير الحجر محذرا إياها من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن ذلك. كثيرا ما يشدنا صناع الفن إلهاما وأداء، لكن هل سألتم يوما عمن يصنع آلات العزف ببصمة الفنان؟ محمد بالمشري حرفي وصانع آلة العود من مدينة الأغواط، واحد من أعمدة هذه الصناعة في بلادنا منذ العام 80 عفوا. بورتري للفنان مع الزميل فؤاد حماني. كل الأشياء في هذه الأزقة العريقة بمدينة الأغواط تروي عبق العصر الذهبي. هنا في هذه الورشة التقليدية يتفنن محمد بالمشري في صناعة آلة العود منذ ثمانينات القرن الماضي. أنا بديت تقريبا على 17-18 سنة، بديت نعرف لتصميم العود ولو ما هوش يعني تصميم كامل. بعد ذلك رحت يعني سفريات كبيرة، رحت إلى سي عبد الجليل حسين الله يرحمه بتلمسان، اللي ثاني علمني وراني كاع طريقة صناعة العود. والشي اللي كان أهم وأكثر هي اللي السفرية نتاعي في دمشق، اللي ثم تعرفت على الشيخ الحلبي، اللي كان ثاني فرصة كبيرة اللي تعرفت على ثاني على كل الآلات العربية الموجودة في دمشق، وخذيت كل المقاييس في العود. رجعت الجزائر اللي فتحت الورشة نتاعي وبديت نمارس في هذه الصنعة في البداية، وباللي نعرف بلي أنا مدينة الأغواط فيها يعني الله يبارك من الشعراء ومن الفنانين ومن العازفين على العود، اللي كانت هذه ثاني فرصة لي باش أنا نصنع لهم العود وباش نصلح لهم العود. ترانيم أوتار العود الأغواطي صبغها الفنان بالمشري بكثير من الاحترافية صناعة وأداء. كان آلة القويطرة هذه اللي يعرفوها كل الجزائريين، آلة القويطرة هذه تختلف تماما على العود الشرقي. أما العود العربي كذلك مصنوع عندنا هنايا في الورشة يختلف كذلك تماما على العود على آلة القويطرة وعلى العود الشرقي. هذا العود الشرقي يعني معروف على كل الصناع على مستوى العالم، لأنه عنده 11 أوتار دوبلي وعنده شكل هذا الدائري والطور والعرض معروف. سحر آلة العود عطف جمالا على أغاني عمالقة الفن العربي والوطني، والذي استلهم منه بالمشري هذه الحرفة. على وقع أوتار آلة العود نختم هذه النشرة، قدمناها لكم من الإخبارية الجزائرية. نشكركم طيب المتابعة، أعود وألقاكم عند موجز 9. لكم من أطيب المنى يوم موفق، دمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.